الخلق فسروه بأنه السجية التي تكون في الإنسان، وفسروه بأنه بذل الندى وكف الأذى، وفسروه بأنه طلاقة الوجه وحسن الكلام، وفسروه بتفسيرات، كل تفسير لا يختلف مع التفسير الآخر، فهو يجمع كل هذه المعاني. وقالوا إن الخلق والخلق، الخلق هو الصورة الظاهرة للإنسان، والخلق هو الصورة الباطنة. وفي في المأثور: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي.